السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعا. حي هلا بالجميع. زي ما انتم شايفين هذا الشرق وهذا القمر. وهذا النحل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. باقي نصف ساعة عن الشروق. النحل ما شاء الله تبارك الله له وقت من الآن يسرح، تقريبا له 10 دقائق على ما رحت جبت الجوال وجيت. ما شاء الله تبارك الله، زي ما انتم شايفين هذا النحل راجع. اللهم لك الحمد، دعواتكم بالبركة. هذه خلية التقرير وهذه الخلية اللي جنبها، ما شاء الله تبارك الله. هذه الخلية اللي جنبها ما تتجاوز 4 برواز. اللي يشوفها يقول الخلية فل، لا الخلية ما تتجاوز 4 برواز. وهذه النوية بنت الخلية رقم 4. ما شاء الله تبارك الله. هذه الخلية على برواز واحد. صبحكم الله بالخير جميعا. اعتذر التصوير ما هو واضح لان الفلاش يهيج النحل، حاولت امس اصور بالفلاش ولكن يهيج النحل فغطيت الفلاش باللون الاحمر زي ما انتم شايفين. ما شاء الله تبارك الله النحل بدأ في السروح، وهذا نحل راجع يعني بدأ اتوقع له 10 دقائق. ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم بارك. بدأ النحل بالسروح. بدأ النحل بالسروح وهذا زي ما تشوفون الساعة الآن وموعد الشروق في المدينة المنورة. زي ما انتم شايفين الشروق بعد 25 دقيقة. الشروق الساعة 5:55 والساعة الآن 5:29. أتوقع له 10 دقائق النحل بدأ يسرح. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يبارك لنا ولكم. زي ما انتم شايفين دوبها الدنيا بدأت تنور. خليني اصور لكم العمل داخل الخلية. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
لو ترجعون لتصوير التقرير راح تلاحظون الخلية فاضية. هذا يبين لكم الكشف في الليل، يبين لكم كمية النحل السارح. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، النحل تشتت بسبب الجوال. ما شاء الله تبارك الله، هذه قيدها راجعة بحبوب لقاح. هذه نوية البروازين إذا تتذكرونها، مو بروازين، يمكن بروازة وبرواز ونص. لسه الملكة دوبها باضت، والآن في يرقات متوسطة العمر وبيض. نسأل الله البركة. مرة لا دعمتها ولا سويت فيها شيء، نفس الفيديو اللي شفتوه. الملكة رقم 4000. وفي أمان الله، مع السلامة.